السلامه صحه شريبتكم الناس الكل شنو لباس ان شاء الله كلكم تكونوا في صحه جيده اليوم يا صديقاتي جيتكم بالتصنيف هكا نحب نعاونكم على دباره الغدوه ان شاء الله كان بقينا حيين بخير قلت خليني اشارك معاكم ادبارتي ادبارتي اللي هي عباره على بريك الدنوني على طريقتي الخاصه مش مختلفه برشا ولكن طريقه سهله وسريعه التحضير وعملت معاكم صمصه على طريقتي زادة حاجة سهلة وخفيفة ما هيش بعيدة على المعتاد أولا قبل ما نبدو الفيديو ما تنسوش اللايكات الجامعات وإذا أول مرة تتفرجوا في القناة ما تنسوش باش تشتركوا وربي إن شاء الله يوفق الجميع هنا صديقاتي ديما كيما العادة نحضر خضرتي نحضر إذا عندي حاجة باش نغسلها نغسلها قبل ما نبدأ نطيب هذوما الحاجات اللي نعملهم وقت اللي ندخل نقص خضرتي نغسل معوني نظف الدنيا الكل ومن بعد نبدا على بركه الله ان شاء الله في التطيب ديما نقص عليكم المعون من الكوجينه باش هكاك تبدا القضيه عندكم سهله مهله وما تتعبوش وانتم تتحركوا في الكوجينه اول حاجه باش نبدا بها هي السلطه مشويه هنا عندي شوية هذي كنت تذكروها متاع العيد هذيك باش نحط جرينة فلفل خضر وعملت معاهم كعبتين طماطم أربع قرون فلفل ومعاهم كعبتين طماطم وراس ثوم هكا عملتها سريعة معناتها ما عملتش فيها البصل تنجمو تحطو فيها البصل زادة نحطو فيها زادة البدنجان هذوما المكونات اللي يتحطوا لكن تنجموا زادة تعملوها كان فلفل وطماطم وثوم والا كيما قلت لكم يعني البصل والباذنجان تو نخليها تتشوي نعس عليها هكا نقلبها عشيرتين حتى لين تطيبلي وبعدين نحيها حاصل البنات حبيت نشارك معاكم النهار استحملوني الله غالب تو ما كان الروتين متاع الطبخ متاع الكوجينه هنا باش نحطها في ساشي هكا باش نخليها يعني تطرى ومن بعد نولي نحلي القشور بالساهل كما قلت لكم البنات انا توا معناتها لاحظتو اللي الروتينات كلها مكثريتهم في الكوجينة أه نحن في الحجر الصحي ما نجمش نمشي حتى حد ما نجمش نمشي لعائلتي ما نجمش نمشي لخالتي ما نجمش نمشي حتى حد خوفا عليهم وعليا زاده نحميهم ونحمي روحي أه قلت معناتها ان شاء الله ما تتحملوني هالبريود هذه نتاع الكوجينة حتى لي ان شاء الله ربي يفرج علينا ويرفع علينا البلاوي الوباء. هنا البنات هكا خليتها في الساشي طرت لي الخضره نتاعي نحت القشور بسهوله جربوها نتصور توينسا الكل يعملوها الطريقه هذه هي طريقه يعني من اول الدنيا الناس تحط الطماطم وال... يعني الخضره نتاعها في الساشي بعد ما تشويها كيكا تبرد وتسهال في القشور في ساعه ساعه ما تتنحى انا هنا استعملت الاله هذه نتاع الرحي انتم تنجموا تعملوا بالمهريس يقول لك سلطه مشويه في المهريس قبل ما تاكلوا والا تعملوها في كل الرحاه فيها يعني الصفاء. هذيك زادة ترحي بالكداس لطم شوية أنا حبيت نعملها في هذه خطر في ساعة في ساعة معناتها تحضر لي وانتو ما معناتها وما تحبوا وصحة وبش ليكم توا البنات بعد ما رحيتها هنا باش نفوح تفويحة زادة سهلة وتعمل فيها العبد الكل ما هيش حاجة جديدة باش نعمل فيها شوية نعناع شايح. هنا استعملت شوية نعناع شايح يبنن ياسر باش نعمل معاها زادة شوية ملح وشوية كروية الكروية راهي تبنن ياسر السلطة شوية. يعني الباز متاحة هي الكروية وهذا شوية ملح الملح بالطبيعة حسب رغبتكم دي ما نقولها ونعاودها <applause> وهنا عندي كبش نزينها تو طيب بعد ما كملت فوحتها باش نزينها تنجموا تعملوا فيها عظم مطبوخة يعني تسلقوا العظم وتحطوها فيها هنا باش نحط أول حاجة زيت الزيتونة وباش نحط شوية طن وشوية زيتون انا هنا عملت زيتون اخضر تنجمو تعملو اخضر ولا اكحل هيك معناتها. حاجه بسيطه وبنينه وتونسيه مية بالمية توا البنات باش ننتقلوا للعجينه نتاع البريك الدنوني عجينه سهله برشا انا نعملها وتنجح معايا واقتصاديه على الاخر والبنه ما نحكي لكمش هنا عندي سميد ارطب صفيت وخاطر انا حاطة فيه الفلفل الاسود معناتها كعب فما اخت يرحم والديها قالت لي لو تحطي اوراق الرند زيد راهم باهي طيب تو نجربها يرحم والديك على الفكره انه ما يخلوش السميد وإلا الفرينه تصير فيهم السوسه هنا البنات عندي شويه زيت زيتونه نبس سك السميد نتاعي بزيت زيتونه فمش كون يعملها حتى الزبده انا عندي بنت خالتي تحط فيها الزبده انا حطيت فيها شويه زيت وكهو وشويه ملح نخلطهم مع بعضهم هكا المكونات هذوك ونبدا نبسس فيهم هكاك ومن بعد باش نزيد الماء الماء هنا البنات راني نلمها لما انا طريقتي في العجنين ديما نخليها العجينه ترتاح وقت اللي ترتاح العجينه تتخدمني لي بكل سهوله لا نتعب روحي ولا نبقى معناتها نعجن فيها خليها تشرب الماء نتاعها في عقلها ومن بعد تشوفوا قداش تطرق هذه نصيحه مني ليكم ديما العجينه خلوها ترتاح يعني يصبولها لها الماء من غير ما تعجنوها انا هنا قاعده نلم فيها راه قاعده نشبع فيها بالماء وباش نلمها هاوك هنا زدت شويه ما عينكم ميزانكم في الماء الكونتيتي انتم ما تتحكموا فيها نبقى هاكاكا نلم فيها بشويه بشويه وكي ما تلاحظوا العجينه و عجنتهاش هاوك نلم فيها بيدي هاكاكا نكعور فيها نكعور فيها نحنا نقول روني فيها ولما كل هذيك ديما كيما تعرفوا البول اللي تعملوا فيها العجينه ديما يعني يواضلكم على الجناب يا اما الفرينه يا اما السميد اوكي انا نلمها او كل يوم الواحد يستنبط تبارات البنات وتحرنا تو باش نبداو نحيروا عرفتوا اللي ندخلوا في النص الثاني نص لحلو هذا وهنا جينا للحلو توا هنا البنات انا ما عنديش سكر محور خديت سكر عادي عملت معاه نشاء بيجي وليلي سكر محور اوكي طعمو زوز مغارف نشاء عليهم زوز ولا ثلاثة مغارف سكر ديما بالعين راه ويجيكم السكر متاعكم كأنه محور يعني مش كأنه محور وقت اللي يبدأ ما عندكم مش هذه الطريقة اللي ننصحكم به حطوا السكر العادي معاه نشا يولي لكم سكر محور هنا خليته يترحى في هذه معناتها الراحة نتاعي نتاع المكسير حاجه عاديه برشا راهو تخرج لكم طياره اخرى هنا وكاني شري سكر محور تو البنات عندي الجلجلين هنا تحولنا للصمصه هذه عندي جلجلين عملت شوية مش برشا انا ديما راهو بالعين حاليا نخدم بالعين مش قاعدة نعمل في معناتها المقادير يعني على حسب الكمية اللي حاشتك بها عدد الافراد وإلا كمية مثلا الكعب اللي, اللي انتي تحبي تعمليها هنا عندي الجنجنين حطيت معاه سكر محور بطبيعة الحلاوة انتو ما تتحكموا فيها وعندي العسل اسهل منها ما فماش راهي هذه المكونات هذه سهله برشا يعني يعني حاضره باش في لحظه تقوموا تعملوها كي تبدا عندكم المكونات ما تحيروش ونمزجهم هذوكم مع بعضهم بالكدا او شويه عسل هنا العسل باش نلم بيه باش نلم بيه الجلجلين الجلجلان والسكر المحور او السمسم كما يقولوا خيانه معناتها هنا هو كان عجنت وليلي عجينه عباره على باد هذه توا البنات عندي الورق الملصوق اوراق الملصوقه هنا باش نقصهم بالطول باش تشوفوا الطريقه متاعي في تحضير السمسه حاجه سهله وسريعه التحضير واقتصاديه فعلا وكل الصهرية تعملوا عليها كيف خاصة إنه نحنا توا معناتها قل خروجنا وقل وجود هالحلويات هذه مش كيما قبل تلقوا كل شيء موجود البرة والكل توا مذابينا بينا كل شيء نعملوه في الدار إن شاء الله ربي يبقي علينا الستر أجمعين هني يعني البنات أنا الورقة باش ندهنها بالأصفر متاع العظم باش نجيب معها شوية زهر ولا عطر شيء كيما تحبوا نتوما وكي خلطتهم معاهم وباش نعمل انا نحب ريحه الزهر في الحلو او حطيت دهنت الورقه متاعي وتو باش نحط هاك العجينه هذيك ثبت صديقاتي في طريقه حطاني للسام لل... للورق يعني في تشكيله الورقه نتاع الصنص يعني هنا هاو كان عملها مثلثات مرة على اليمين مرة على اليسار نهز بطريقة المثلثات حتى تشوفوا كعبة أخرى يظهر لي باش نوريهالكم ايه باش نوريكم كعبة اخرى شوفوا الطريقة هنا إيه ندهن باش تسهيل الخدمة في الورقة او كريتو لبنيت شكل المثلث ومن بعد ندخلها من غادي هاي ورقة كعبة السمسة سهي هنا وبسيطة الطريقة الحصير ونبقى هيك نخدم فيهم الكل لين نكملها ديما نهزهم على الجنب اللي يعمل لي زاوية هاك هنا لصق اذا ما مثلا جاتني ازيد شويه الورقه نلصقها في بالعظم هاك العظم هذاك هو اللي يخليها تلصق. هنا باش نقليهم كما تعرفوا الصمصه تتقلي نجمو راهو نحنا قبل البنات في بلادنا الصمصه تتباع صوابع يعني طويل ماهيش مثلثات خليها توابش خليها تتقلي وبعدين نحيها شوفوا بقية المراحل حاجة سهلة بسيطة في الدار تتعمل بنينة خفيفة في زيت نظيف انتم عاملينو بيديكم هكا باير من حيروش بحول الله ايه؟ نكمل هكا نقلبهم عشيرتين تحمرلكم تحمر راهي شوية مش كيما معنتها العاديه هنا خطرك الجلجلين اللي فيها هو اللي يخليها تغمق توا البنات واش نعمل لها كريمه مش نعمل كريم كريم باتسيير عاديه هنا انا شتيتها هكاكا ما حبيتش نعسلها ما حبيتش نعمل لها شحور عملت لها الطريقه هذه هنا عملت باكو كريمه فانيليا وعملت عليه نص لتر حليب معهم اربع مغارف ولا ثلاثه مغارف سكر الحلاوه هذه كي تحبو ما تحبوا باش نبدا نحرك فيهم حتى لين نتحصل على الكريمه نتاعي هنا البنات باش نصبها في الصحفه هذه طريقه سهله معناتها هذه حاضرة معناتها جوستك تطيبوها على الغاز وما فيهش حتى تعب هذي الكريمة بتاعي حضرت هنا البنات انا رشيت عليها شوية جلجلان انتو ما تحبوا تحطوا عليها شوية لوز شوية فزق انا للامانة حطيت عليها شوية سمسم يعني جلجلان مرحي وانتو لكم حرية الاختيار توك عباد نتاع السمسة هذوكم البنات حطيتهم زينت بيهم الصحفة بتاعي باش نبدأ نهز ناكل الكريمة مع السمسة مطعمها يجي بنين ياسر الحسيلو هاي كدبارة متاع صهرية الواحد ينتوش شوية أه حاجة حلوة ان أه شاء الله معناتها تكون عجبتكم دبارتي تو يا البنات باش ننتقلوا للبريك الدنوني الحشو نتاعو خلينا العجينه ترتاح تو باش نعملوا الخليط الخليط اللي هو عباره على عملت عظمتين حطيتهم في المقله هذه اسرع طريقه وطريقة اقتصادية باش ما تبقوش تطبخوا في العظم وحدها وتعملوا في الحشو وحده انا نعملهم الكل مع بعضها هنا حطيت العظم حطيت معاه المعدنوس المقصوص وحطيت معاه الطن او كان نبدا نحرك فيهم هكاكا طيب ما نخليهاش معناتها نطيبها انا كيما نحب منخليهاش هي تيبس لي في في المقله ونحط الزيتون الاخضر او زيتون اكحل كيما تحبو هنا جبن باش نحطو معاهم زاده انا ديما البنات ما نحطش جبن المالح ديما نحب جبن اللي يبدا مش مالح انتوما معناتها وما تحبوا ديما نرجع نقول لكم راكم ليكم حريه الاختيار في نوعيه الجبونات والا درجه الملوحه هنا عندي الكركم فوحته بالكركم خليط هذا ما حطيتش فيه الملح خطر فيه الزيتون وفيه الجبن وفيه الطن ما حبيتش نحط معاهم هنا البنات هيك العجينه خليتها ارتاحت توا باش نحلها، طريقه سهله برشا، نحل بالقرقار نتاعي حتى لين نعملها آه كي كالورقه يعني آه كيفاش رقيقه السمك نتاعها رقيق ما خشين، وتتحلل وتتحللكم بسهوله، على فكره هنا ما حطيتش لا زيت ولا زبده ولا حتى حط شي حطيتها على الرخامه ديريكت حليتها تحلت معاي، عندي كاس هنا أمبا. عملت بها اذا عندكم لاباري نتاع البريك تنجموا تعملوها بها تقصوا بها طريقه سهله برشا معنتها ما فيهاش حتى صعوبه ما هيش معقده امور تحضر في لحظه ني حطيت الحشو او كبش يبدا يخرج لي فيه يلزم الحشو تحطوه في وسط وصد الكعبه وسطك الدوره هذيك تحطوا الحشو نتاعكم طريقة سهلة ديما انا راني فتشلكم على الحاجات السهلة الخفيفة والاقتصادية ما حاجات مكلفة يعني توا البنات هي هذه هي الشكل متاعهم باش نحي منهم هاك العجينة الزايدة اللي انا كنت قصيتها وباش نبدأ نلم في الكعب متاعي الكعبه نتاعي نلمهم بطريقة اذا ما عنديش الاله نتاع البريك الدنوني انا عندي اما ما استعملتهاش حبيت نوريكم الطريقه اليدويه خذيت فرشيطه كما نقولوا نحنا فرقيطة ولا فرشيطة هنا وعملت بها هاك الشكل هذا كسكرت بها على الجناب يظهر لي الطريقة معروفة هذه طريقة سهلة سيدة معتمدة يعني عند الناس الكل قبل اه نكمل نسكرهم الكعب الكل. شوفوا حتى في الوقت سريعة معناتها ما تشدش اليد فيسا فيسا وتتلملكم راح تتسكر ما عادش تحل الكعب اهو بشكل هذا وبش نحطها في الزيت نسخن الزيت متاعي ونحط فيه البريك هذية بشي تقلق يقع اسهل منها ما فماشي يا البنات ماذا بيكم الزيت ما يكونش سخون برشا خاطر هذي عجينه ويلزمها تطيب دي ما تخلوه الزيت معناتها هكا متوسط وتحطوا دوب ما يسخن معناتها ما تخلوش حتى يسخن برشا باش ما تتحرق لكمش عجينه يعني تحمار من برا وتقعد من داخل ني شوفوا انا هنا لونها لونها ما هوش ناضج برشا او نقلب فيها على ديما هكاك وهنا البنات هكا حضرت لي ما فماش ما اسرع من تحضيرها ما فماش ما ابسط من حسيت ان شاء الله تبارك اليوم تكون عجبتكم هذا هو البريك الدنوني متاعي او تو تشوفوا شكله النهائي كما شفتوه في اول الفيديو آه ما ما كان باش نقول لكم توا كان في امان الله الناس الكل تبقوا في رعاية ربي وفي حفظه إن شاء الله على أمل اللقاء بكم إذا ربي حب أعطانا الصحة والعمر والوقت في فيديو جديد مع دبارة جديدة مع فكرة جديدة بسلامة